السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اليوم نتعرفوا على كيفية أداء فاتورة وين باي إنوي. عدد من الناس كيسول كيفاش كتأدي فاتورة وين باي إنوي، كيفاش تأدي بطريقة ديال أتقنصها في الأبليكاسيون ديال وين باي إنوي. المهم غنبداو على بركة الله، كتخدم الأبليكاسيون ديال وين باي إنوي هكا. المهم بحال هكا دابا كيفاش كيكون مصيفطتني كدا، كيفاش كتخلصها هنا. صيفطتوني كانت إشعارات الدفع الخاص بك الشهر الباقي. المهم كتخنها، كدير الجرس، كتضغط عليها هكا كتخن سميتو. المهم هو تقريبا 89 درهم، 89 درهم قلنا لك واحد في الشهر 10. صافي حنا بعد خمسين، بعد 85 درهم منين كديرنيها. ولكن واحد هو هادي سميتها فيها طرق. هنا باغي مثلا دير من فوق تزيد مثلا بحال هنا باغي تزيد 50 جيجا ولا 40. المهم هكا كديرني هادي، كدير كدير اقوم بدفع. هي انك تدفع قبل 1/10، 20 زعما خص تدفع قبل واحد شهر واحد باش تخليك عاوتاني في شهر واحد. صافي كديرني تأكيد هكا، كيقولك فين باغي تخلصها مثلا عبر، حيت اصلا المهم فين باغي تخلصها، واش سميتو بطاقة التأمين، قلنا الدفع عبر موقع تطبيق البنك، ليس لديكم حساب. المهم بغيت تدفع ندير عاوتاني حساب ديال انوي، كاين اللي كيدير حساب ديال انوي وكيحط فيه الفلوس بحال هكا. على المهم غنديرني الدفع على الموقع او التطبيق البنكي هكا، كديرني سميتو. صافي كدير اختيار، صافي مثلا 89، كنختار مثلا 30 جيجا، اقوم بدفع. وما نتسنى حتى التنانية سميتو، التنانية بلاصة فين غندير يعطيني واحد الكود. هو عطاني دفع مع البنك. صافي كتير اقوم بدفع. المهم سمحوا لي التأخير، وقينا على حساب سميتو التوقيت نيني بحال هنا سميتو، مازال ما عطاتني والو، مازال ما دخلتش. كتعاودني اقوم بدفع.
ربما على توقيت متأخر، داكشي علاش كيت تعطل، مازال ما عطاتنيش الكود. مبغاش تطلع لينا، ربما يكون مشكل في تأخير الوقت. هذه 11:18 دقيقة. تخنت، هي تخنت. المهم فاش كتكون هكا في النهار ضروري كتخن دغيا. ها هي الكود ديالنا، الرمز الدفع الخاص بيا هو، كندير ليها نسخ، هو نسخ صافي. هو دابا الكود دابا كيخدم ليا على مدة 24 ساعة. الا ما خلصتش على مدة 24 ساعة، راه خصك عاوتاني ترجع عاوتاني من جديد باش تهز الكود باش تأدي. المهم المشكل دابا في هاد النقيطة، لابليكاسيو ديال بريد بنك، المهم بريد ني على حساب ني عندك بريد بنك، بريد كاش، المهم كاش بلوس على حساب. المهم هي قرض سميتو شركة عامة، المهم بريد بنك القرض، المهم داكشي ني عندك سميتو بريد شعبي تجاري قرض فلاحي، المهم على حسب كل واحد داكشي اللي حساب لي عنده. صافي كيمشي، راه كيمشي كيأديها في سميتو، صافي كيدير ليها سيليكسيوني داك سميتو، كيلقى عاوتاني في داك سميتو. دابا خصوصا دابا راه زادو دابا واحد سميتو في جديد، درني هاد جديد كيعطيوك دابا سميتو. في النول ما كيعطيوش وين باغي ينوي، كدير نيت اقوم بفاتورة كيعطي، صافي كدير الكود كتخلصها. دابا راه كيعطيوك حتى هما فيه وين باغي ينوي في لابليكاسيون، وهكذا يمكن اداء فاتوره. وين عاود ثاني الى جاب الله مثلا هكا، بغيت سميتو سيرينيك سوند، سيرينيك سوند بغيت جاب الله سيرينيك سوند، وبغيت دير تعبئه، كدير هكا جوازي شراء جواز، هي كتختار داكشي اللي بغيتي. مثلا مش هتدير لمدة أيام أصلا. هذا سميتو راه زادو فيه دابا، سميتو زادو فيه دابا، واخا تسالي كان الكونيكسيو كتبقى نيك إليميتي في سميتو. مثلا سالتني كتبقى نيك إليميتي، صافي كتزيد هنا. دارولي دابا عاودو لي إليميتي، نبغي نشريها يجاب الله سالتني. هنا دير جواز أندياليت 10 دراهم مثلا هكا، وأنا على حساب مثلا غنجرب مثلا في 10 دراهم عاود تاني. حتى هو كدير شراء جواز، هو مو مرات نعطيني دغيا. المهم راه باقي عندي الصون، داكشي علاش مبغاش تسنفوني مثلا، داكشي علاش مبغاش تعطيني الكود. حتى هي كتعطيك الكود بحال سميتو كتدخل هنا، ولكن انا باقي عندي الصون. فاش كيكون الصون تاني كتدخل هنا نيت شراء، صافي كيعطيك حتى هي الكود بحال ديك الباصا فين كنخمم مساء كاع. ممكن ترجع هاو التاني هنايا كترجع، وهاد ستين مثلا تعدين خطي، يعني يمكن لك مثلا تختار عاود تاني سميتو. هنا فاش كيمكن لك تبدل سميتو الفورفي ديالك، مثلا دابا 30 جيجا اللي ما عجبك باغي تبدلها. هنا فاش كتكون هنا بس
ثاني نشوف لو بعد يديرو تاني شي فاتورة أخرى. دابا راه عطيتوني كتاب سميتو داروني كتاب، كتكون عندك هنايا في 89 درهم، كتكون عندك 30 جيجا انيميتي زيرو ابين. انا كتختار كتختار تاني حتى هي داكشي اللي بغيتي. انا حتى هي كدير سميتو، هذاك سميتو هاك الرمز. المهم صافي راه اختاريت دابا الرمز داكشي علاش كتعطيني هي بختارها، حيت فاتني تعطيني الكود. دابا راه ميمكنك دير تعدين حيت دابا صافي هزيت الكود بحالنا زعما، راه حتى كتسنى 24 ساعة كترجع هنا. هنا فاش كيمكنك تجبد الخط ودير داكشي اللي بغيتي. على حساب سميتو، على حساب المهم داكشي. انا جي كات نقاط ثانيهم، مثلا 15 جيجا، 15 جيجا كتعطيك 59 درهم، وساعة ديال الميغانا من 15، المهم كاين من 15 حتى 50 جيجا. وهكذا سميتو استمرار. المهم انا بقيتني دابا شي 13 يوم. انا كتعطيك عاوتاني، انا اصلا كتعطيك كلشي مثلا كان شهر واحد في 10 فاش كيتجددني او تاني الصوم. بقيتني هنايا 13 يوم وبقات عندي 12.7 زعما بحال ديك النيت 13 جيجا تقريبا. المهم والسلام عليكم ورحمة الله. كذا سالينا سميتو الشرح ديالنا، كنتمنوا تفهموا اكثر ودعمونا بالجرس باش نبقاو ديما لطيف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.